كان مالي ومال الغلب ده بس، انما انا لازم اقول له ما يبعتوليش عند سي حسني. هم عايزين يخربوا عليا ولا عايزين يخربوا عليا؟ بتبللي راسك تقولي ايه؟ مين؟ مين؟ القط. ايوه انا حبيت اقابلك بصفه خاصه، ما احبش اي حد من اعواني يعرف ان انا بقابلك شخصيا، انت فاهمه؟ مفهوم يا فندم مفهوم. انت فاهمه كويس وعارفه اللي بيخالف اوامري بيجرى له ايه؟ ايوه عارفه. على كل حال انت قمتي بواجبك كويس، مثلتي الدور عال في منزل السيد رحبي، وعلشان كده انا بكافئك اني اقابلك بنفسي. انا متشكره قوي على الثقه دي. انا دايما بساعد وبخدم اعواني المخلصين. ايوه تمام. كل اللي عايزه منك انك تشوفي شغلك كويس. حاضر. تجمع الاخبار من غير ما حد يشوفك. حاضر. وتراقب المفتش ممدوح، لازم تعرف انه راجل مكار. ايوه ده مكار خالص، ده حتى جاب 2 مخبرين وحطهم في البيت. شفتهم؟ شفتهم ازاي؟ ما تسألنيش. انا بس اللي اسأل. وهو مش فاهم ازاي انت دخلت البيت من غير البواب ما يشوفك. ولا عمره حيفهم. قوليلي. نعم. الجواب بتاعي وصل لسهير؟ ايوه اديتهولها وفرحت بيه خالص، ودايما تكلمني عنك. العربية جاية من بعيد. جاية ناحية التدريب بلد. ايه؟ عبرت؟ الرصاصة جت في دراعي. الظاهر انك ما عملتيش احتياطك كنت جاي تقابليني. ابدا ابدا، ما حدش يعرف ان انا جاي قبلك. امال تفسري الهجوم ده بايه؟ مش عارف. دراعي. انا هخطف عندي علشان اعالجك. امرك. تقدري تعيشي شيء؟ احاول. عربية قريبة. قومي. فاطمة ما جاتش يا ماما، أنا خايفة يكون جرالها حاجة. يعني هيجرالها إيه؟ هي اللي بنت لعبية، وتدخلك معاها يا سهير هو اللي مخسر الدنيا. مش معقول يا بنتي بنت متعلمة زيك تقعد تتساير مع واحدة زي دي. أهي بتسليني يا ماما، ببقى قاعدة لوحدي متضايقة. ده هي ما ترجعها. ليه بس يا ماما دي غلبانة؟ يعني أنت لاقي حد؟ والنبي أنا عندي أفضل في البيت لوحدي ولا أشوفش وشها أبدا. قومي شوفي مين يا سهير. حسني خطيب فاطمه عاوز يقابل حضرتك يا ست هان. خليه يدخل يا ماما. حاضر يا ست هان. طب خش يا ماما. اتفضل فين يا ماما؟ تعالى يا حسني. مساء الخير يا ست هان. يسعد مساك يا ست حسني. لا مؤاخذه يا ست هان، وانا بس كنت عايز فاطمه في كلمتين. فاطمه راحت لك ولسه ما رجعتش؟ لسه ما رجعتش؟ ازاي يا ست هان؟ دي ما قعدتش عندك اكتر من نص ساعه. غريبه، امال يعني راحت فين؟ انا عارف يا ست هان، دي كان لازم تيجي على هنا. ايه؟ هو حصل زعل بينكم؟ حصل كلمتين اي نعم، لكن كان لازم تيجي هنا استهان. طيب استاذن انا بقى وهروح ادور عليها، واذا سمحتي حضرتك ابقى اسال عليها هنا بس عشان اطمن. قوي قوي، تعالى في اي وقت اسال عليها. الف شكر يا استهان، ما مش عارف اودي جمالكم فين، ربنا ما يحميش مالكم. حطي له حاجه يتعشى يا سهير. ربنا يجعله عامر يا استهان، متشكرين قوي. الحمد لله اتعشيت. استاذن انا بقى استهان. مع السلامه يا استاذ حسني. الله يسلمك، متشكرين قوي يا استهان، متشكرين. انتوا رجال انتم؟ ازاي يفلت منكم؟ كنا فاكرين انه راكب عربيه، وبعدين فوجئنا انه واقف مع فاطمه على الرصيف. ولما رجعنا بالعربيه لقيناه اختفى. طبعا. امال هيستناكوا يعني ولا ايه؟ الحقي عليا اللي بتعامل مع ناس زيكم. المره دي مش هيفلت من ايدي. لا يا شيخ. سيب الحكايه دي عليا. اخلص. انتوا فاكرين انا هتعامل معاكم بعد كده؟ اتفضلوا. ليا معاكم كلام تاني. كله منك انت.
لكن تفتكري مين اللي ضربك بالرصاص؟ مش عارفة، ما هو ده اللي محيرني. لو كان البوليس كان حاول انه يقبض على القط. وحياتك اللي هو ما فيش غيره، القط المزيف. القط المزيف؟ شويش. بس انا مستغربة، عرف ازاي المكان والميعاد نفسه؟ الظاهر انه اهبل، هو مش عارف النتيجة هتكون ايه. النتيجة؟ النتيجة انه هتتطربع على دماغه وهيروح في داهية باذن الله. عايز يعمل قط راخ. كتقبلة، كان هيوديني في شربة مية. الحمد لله اللي جت على كده. هو القط راح فين؟ جه ومشي على طول وما سابليش اي تعليمات. هو قال انه هيتصل بينا. ايوه بس انا كنت عايزه اروح. هو قال انك تفضلي هنا لحد ما الجرح يتم. يا اختي الجرح بسيط وما يستاهلش ان انا اقعد هنا. انت عارفه اوامر القط. ايوه عارفه. ممدوح كويس ليه انت جيت؟ انا رحت المكتب قالوا لي انك سالتي عنه. ايه خير يا ستي؟ انا تحت امرك. فاطمه خرجت من امبارح ولغايه دلوقتي ما رجعتش. راحت فين؟ راحت لخطيبها. وما سالتوش عند خطيبها؟ ده هو اللي جه هنا يسال عليها وده اللي خضنا. يعني ما كانتش عنده؟ لا كانت عنده بس ما قعدتش. يا طيب وانت مالك كده عصبيه ليه؟ يالله اطمني اطمني يا سمير. سيب المساله دي عليا انا. كتر خيرك يا ممدوح. العفو يا ستي العفو. هو خالي فوق؟ فوق. طيب تعالي نقعد معاه شويه. الو؟ ايوه يا فندم موجود. تليفون يا شوكة بيه. الو؟ ايوه انا شوكة. مفيش معنى. احسن برضه. الجو هنا رايق قوي. مع السلامة. مفيش حد يتحرك من مطرحه. القط الاسود موجود بينكم. كله في مكانه. كل واحد يطلع فلوسه ويحطها على الترابيزه. اي حركه هنضرب في المليان. مفيش حد يتحرك. بيكم
هو اخرتها اديلي يومين هنا ولا حس ولا خبر. الصبر طيب. هصبر بس لحد امتى؟ اقعدي هنا هيحرج مركزي خالص. خطيبي بيشك فيا ودلوقتي كتر الغياب هيزود الشك عنده، وكمان بيت السيد رحمي مش هيسكتوا على الغياب ده، هو ضروري هيسالوا عليا. ادي احنا منتظرين الاوامر. اصبري. ايوه خف خالص وحتى بقدر احركه لوحدي اهو. دلوقتي تقدري ترجعي البيت السيد رحمي. متشكره ربنا يخليك ليا، بس هقول لهم ايه على سبب الغياب ده كله؟ هي دي مشكله؟ انا بتشتغلي مع القط الاسود؟ الحقيقه انا اصلي بس كنت عايزه استرشد برايك. عواني لازم يكونوا اذكياء ويعرفوا يتصرفوا من نفسهم. افرضي وقعتي في اي ورطه تتصرفي ازاي؟ انا ما احبش الاعوان اللعبية. حاضر انا هسيبك تتصرفي وهشوفك هتعملي ايه. اوعي تغلطي. انت فاهمه؟ مفهوم مفهوم يا فندم مفهوم. دي تجربه يا فاطمه تجربه. تراقبي المفتش ممدوح، تاخدي بالك كويس من سهير وتراقبيه من غير اخرى. غمّلها عينيها. اهلا. الحمد لله على السلامة يا ست فاطمة. الله يسلمك يا سي حسني. قالوا لي انك سألت علي. كنت فين؟ اسكت يا سي حسني، مش دراعي انكسر. والنبي فرجيني. الله يحاسب يا سي حسني، انت عايز تكسره لي تاني ولا ايه؟ بقول لك وريني. ده دراع مكسور ده؟ اصلي الحقيقة انا انجرحت. دي خدشة رصاصة يا فاطمة. رصاصة؟ وحجيني منين الرصاصة يا سي حسني؟ لا انت النهاردة مش طبيعي خالص. لا يا شيخة، مش عاجبك كلامي ولا كمني كشفتك؟ كشفتني؟ ايه التخريف اللي انت بتقوله ده يا سي حسني؟ وكمان بتقوليها؟ الله يا سي حسني انا بخافتي. وكمان بتضربني يا سي حسني. اتفضلي. جد عشانك يا ست هانم. جواب؟ ايوه جواب. من القط الاسود. القط الاسود؟ اه القط الاسود. تعالي فهميني ما تستعبطيش. قولي لي ايه اللي بينك وبينه؟ مفيش. هتقطعي ولا لا؟ طيب طيب يا سي حسني حكم. قولي ايه؟ اصل الحقيقه انا بشتغل معاه وخايفه منه، انت عارف القط الاسود ما بيرحمش. انت وش راح ما انتي؟ على العموم انا هبلغ البوليس. البوليس؟ ايوه البوليس. القط الاسود طالب يقابلك، وطبعا هتروحي تقابليه. انت عارف لو ما قابلتوش هيجيب خبري. اسمعي، انا خطرت في بالي فكره. انت تروحي تقابليه وانا اروح ابلغ البوليس. ايوه بس انا خايفه والنبي يا سي حسني، بعدين اروح وياها في داهيه. ما تبقيش عبيطه، البوليس في السعادة هيعتبرك مرشدة. كده؟ طيب إذا كان كده أنا موافقة. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا يا سي حسني، ولك عليا والنبي إن دي هتكون آخر مرة قابله فيها. أما أشوف يا فاطمة. القهوة يا سعادة البيه. أنت إيه حكايتك يا مرسي؟ إيه حكاية إيه يا سعادة البيه؟ قهوتك اليومين دول ملهاش طعم. إزاي ده يا سعادة البيه؟ ده أنا بجيب لسعادتك بني مخصوص والله العظيم. ده بعد أنت مش هتختشي على دمك وتبطل الغش ده شويه. سعاده البيه يظهر انا ماليش بخت معاك، لكن معلش بقى لما تدوق البن المره دي هتغير رايك ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل يا سعاده البيه. طيب سيدي متشكر. ده يا فندم. ايوه. واحد اسمه حسني عايز يقابل سيادتك يا فندم. خليه يطلع. حاضر. اتفضل. شوفينا شويش. أنا سعيد اسمندوح. تعال يا حسني. أيوة بيه. خير؟ خير يا بيه، دي مصيبة وتلتلت فوق دماغي. البت فاطمة خطيبتي اتضح لي إنها على اتصال بالقط الأسود يا بيه. فاطمة؟ أيوة بيه فاطمة. غريبة. ومش كده وبس، حضرته قال إيه؟ بعت لها جواب بيحدد فيه ميعاد المقابلة. وسبق ووصل لها جوابات قبل كده؟ أبدًا يا بيه، ده أول جواب يقع في إيدي. أنا جبته لحضرتك معايا عشان خاطر تشوفه. وريني. اتفضل يا بيه.
انا بقى اللي عملته وافقتها انها تروح تعب له عشان خاطر اجيب لك حضرتك وتقدروا تقبض عليه. وفاطمه عارفه انك هتبلغني؟ انا فاهمه كل حاجه. بس انا خايف احسن تحذر القط، علشان كده عايزك تروح وتقول لها انك راجعت نفسك وخفت عليها وما بلغتش البوليس، وبالطريقه دي تقدر تقابل القط من غير ما تحذره. يا سلام على افكارك يا سي مندوح، فكره برضه ماله. ايوه بس والنبي يا سي مندوح، البت فاطمه دي غلبانه قوي، ممكن تعتبروها مرشده بيه. اطمن اطمن. طب دي بس ابقى خليك على اتصال بينا دايما. وماله بيه، ده انا خدام. ايه مع السلامه انت يا حسن. طب بيه، سلام عليكم. شطمع يا عم النبي. ما تروح تشرب من الحنفية. راجل عم تخلي عندك السنية ما. أما راجل ما عندكش ذوق صحيح. خلاص يا سيدي، مش عايزين تقول ما من وشك، مش عايزين. أما واد قليل أدب بجد. يا جدع. والله العظيم أنا قطم رقبة. أنت بقى. أوعى تشيك عليا كده، ما تشيك عليا. إيه في إيه؟ أوعى أوعى كده. أوعى. إيه؟ في إيه؟ ارضيك كده ساعة البيبة بدلنا على الشطماية. معلش. روح شوف شغلك يا مرسي. يلا. معلش يا حسني، مع السلامة. مش كريم بيه. كل واحد يروح لشغله. الشاي يا ست الزهير. هاتي يا فاطمة. انت عارفة امبارح حصل ايه؟ خير. القط بعت لي جواب. جواب؟ القط ده الظاهر انه غاوي جوابات. يا سلام، كلامه جميل. بحس ان قلبه هو اللي بيكلمني. فاطمة، أنا بحبك. بتحبي؟ بتحبي القط الأسود يا ست الزهير؟ أنا عارفة إن الدنيا كلها هتقف ضدي، عارفة إن الأمل ده مش ممكن هيتحقق، لكن مش عارفة أعمل إيه، محتارة.